ملوك وسلاطيني. انا لا شفت الشاي بيجيني من الحابه. الله يخليك. الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك. لكن الله يطول عمرك. نشكر نشكر الاداره اللي نسقت بيض الله شايبك. ها بيض الله. اول ما جينا هنا كنا نصادمهم ولا نفهم شيء، ما درينا انهم يدرون عن مصلحتنا. وكانوا ما ياخذون، يقولون بكره تعرفون. قال بكره تعرفون، بكره تعرفون، هذه كلمتهم. وثانيا انا اتمنى من جمهورنا وفرقة دعمكم ومحبيننا انهم يسامحونا لو شافوا منا زله، ترى والله ما هي لا بقصد ولا شيء. وانهم يتغضون عن بعض الامور اللي نسويها، ترى تجينا ضغوطات. وسامحونا نقصرنا بحقكم، نقصرنا بحقكم، سامحونا. ولكم منا، لكم منا اخوه وريالتي عالي باذن الله، وان نسعدكم ونضحككم وننوع بكل شيء صراحة. جيت أبو عبد الله، أبو مهذل عمنا أبو عبد الله، أنه عطتنا دافع أنه فيه جمهور يحبنا، لأنه عد تفاصيل طال عمرك يعني نسيناها، تفاصيل والله ناسينها. مع هذا عطانا دافع بإذن الله، راح نشد حيلنا. أنا يا فارس وإخواني كلهم بإذن الله، كلهم أنس وبندر وعليان ومهذل ومحمد ونواف وعبد العزيز وعبد العزيز ونواف، واللي راح بإذن الله، بإذن الله للواقف بإذن الله. الشيء الثاني يا رجل، إحنا جانا في يومين، أمس واليوم درس، جانا درس، جانا صغيرا بالعمر يحبنا ومتابعنا، وجانا اليوم كبيرا في العمر طول السلامة حبنا ومتابعنا. الله أكبر. لكن سبحان الله يا رجال، تراها اتعظم اتعظ احسن من ادائك. يا انا وصلت الرساله خلاص، اقرب الدعم ارسل الرساله اعطبوني. لكن عليان يبغى يقول، ابو متعب يبغى يقول كلمه واحده. جانا ساري وانا غيرت في عليان شيء واجد. الواحد يمر على ضغوط، يقول فارس يمر على ضغوط، يمر 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 يمر. يوم جاء ساري راح، راح كل شيء. وجانا اليوم ابو عبد الله جادت. انا طالع اليوم والله ما ينطح الفرح. مالك اللي يقول رايق على الاخر مستانس؟ اليوم انا مستانس الحمد لله، يجعلها دوق. والجميع مستانسين والله. انا بينت على وجهي الحمد لله. اليوم ولا ضايق ومستحز من حاجه ولا اليوم ومالك الا اللي ضحكك والله يا ابو ما تزعلان من شيء. اليوم اليوم يا عبد العزيز، والكلام للجميع وكل معه عقل وكل معه قلب منبه، نقول حنا نعذر بعض ونصبر على بعض، وحن على قولتهم تحت سقف واحد ونعبد رب واحد، وكل على نيته يرد. وعسى الله يجملنا منكم يلي معنا، ويجملنا من المشاهدين ومن المتابعين ومن كل من تهقوا فينا، ويجعلنا خير مما يظن. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الحين والله انه يصير بعض الاحيان الواحد عليه ضيقه، اما يفكر في حد غايب، ولا يفكر في تقصير في العباده، ولا يفكر في كلمه معرضه عرضته يمكن ما هي تقصده. فالواحد يتحمل، احنا نتحمل وحنا نصبر وحنا اخوان، احنا على قلب واحد والرب واحد، والله يشهد على كلامنا، انما نقول ولا نعد الا الصحيح. يمكن الشيطان بعض الاحيان يتخطف الرجاجيل يمين ويسار، ولكن بإذن الله، بإذن واحد أحد، أنه ما عاد يبقى شيء في هذا الوقت وفي هذا الزمان. تعال هنا. أخي بجوز الثنائية. إلا ونمشي ونصبر، وما أتوقع أن الواحد يستقصد في شيء إلا بخير، ولكن ربما أن الشيطان يحضر ويغيب. عسى الله لا يجعله يحضر. ولكن بنخزيه. الله يبعد عنه. الله الله. الله يخزيك يا شيطان. الله الله. الله يخزيه الشيطان. ويفكنا منه. والله العظيم يا كم فرق بين جماعات، يا كم فرق بين حليلين، يا كم فرق بين اخويا وهم على قلب واحد، ويا كم الله الله. لكن تحضر وتغيب، ولكن ان شاء الله انا ما تحضر ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. وبنتحمل بعض وبنصبر على بعض، وكلمه تيجي من تحتنا وكلمه من فوقنا. وعلى قولتهم قال الكلام الزين يشفي قلوب ما اتشافى، والكلام الشين يرجع على من صاحبه. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 كلام الشين يرجع على من صاحبه. يا لا 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 يا لا 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 يا لا الحين والله خير من يرجع، انتم خير من تعبوه، ولكن تعرف انت ايش خلوه خلوها انا والله
أولاً جيت أبونا مسفر والله الذي نفسي بيده إن كان أبوي شبيه مناحي داخلنا علي صادق وإني فرحت بشوق وجيته وكلمته يوم قال أحبك يا المسردي إنه كانه معطيني كانه معطيني جبل طويل ذهب يوم قالها لي. والشيء الثاني ما يحبك أبو شبيب الله يطول عمرك أبو عادل يستاهل والشيء الثاني والله نحبك أدنى أخويانا اللي راح الجنة لكن عقب ما مثلونا خير تمثيل وشفناهم اليوم بيض الله وجه سلطان وبيض الله وجه ركان أشهد بالله أنهم مثلونا خير تمثيل يستاهلون البيض يستاهلون ونحن انبسطنا بتغطيتهم والله يكتب أجرهم وأجرنا على راسهم أخونا عبد الرحمن عبد الله الكليب الله يبيض وجيههم ويجزاهم عنا ألف خير هذا والله اللي عندي يا رب رضا الله وجهك. أنا أقول أنت جيت سواري أنا ما قال أنا صغير في السن واليوم جيت الشايب أبو مهدر أبو عبد الله هذا يدل على ويش أن جميع فئات المجتمع تتبعكم نعم. من كبير ومن صغير فأحرصوا على اللي تقدمونه وأنا ماني بأعلمكم يمكن أني أردوه لا 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 أنت وافي وأنت أطيابنا أنت من أوفانا يا أبو سعيد نبغى نقدم اللي أقدر عليه اللي نقدر عليه والله يجمل الله يطول أنت أطيابنا يا أبو عبد العزيز وما شاء الله تمثلنا بالأخلاق الطيبة والعلوم الزينة يا أبو صقر علي والله علي بيك إيش موضوعنا 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 ضيوفنا الأمس واليوم ضيوفنا يوم جانا ساري علم الله يا علم الله أنا قلتها قبل شوي الوالد انا معتبره له مقام الوالد والقائد العظيم ابو عبد الله مسفر ومهدر الله يطول عمره على طاعته وامس ساري يعلم الله كنا من المطر اي والله صادق وزرعوا في صدورنا البهجه والسرور والمطر ما يجي الا يجي مع خير اما يطلع الحياه وتزيد النفسيه هذول اشرحوا صدورنا عز الله جيت من كنها المطر اي والله ما اقول ام جامله قدام مهدل والله لا يوفق رجال جامل جاني ما وافيك والله شكرا والله انك صادق راعي الصدق والله انه واضح راعي الصدق والله انه واضح علم الله ان والده جميل والله يطول في عمره على طاعته اللهم ويخلي لاولاده وحن عيالك كلنا احنا عيال هذا اللي عندي سلامك ما تسالم يا علي والله الربع اني مدخل الشاي مع الباب اللي معه ما توقعت انه ابو واحد مننا رجال يقول ضيف لكم كل اني انبسطت وتوترت وابغى ارحب وابغى اصيح خلاص انبسطت يوم درت ان ابو مهدي الخونه اني انبسطت اكثر واكثر وحبيت على يدي عراس والله انا استاهل واني انبسطت بسطه مع ربي ورمن كان في موضوع مضايقني بسيط انه راح ايوه فهذا يدل اللهم لك الحمد على قبوله عند الله وعند خلقه هو يستاهل له ولاولاده ولا اصحابه خاله اللهم لك الحمد احنا نكثر الكلام في نقل مشاعر خوينا لا والله انا استاهل ابو مهدي اللهم لك الحمد يا نفسي ان بعدها زانت وحنا نقول بيدهم يبشرون الحمد لله صغار وكبار نقدم اللي يرضيهم اعطونا طاقه انا عندي كلمه يا الربع ساري ساري تراني احبك الله يحبك يا ابو شبيب صغاري غار انا ساري احبه والله انا عندي كلمه جات في خاطري وبقولها من الصبح يا الربع ان قناه الواقع جينا هنا في البدايه تعرفون وش اللي صار امطر يعلم الله الان اتكلم عن نفسي بالشيء ذا اني احس لها بانتماء انه غير طبيعي اقول مطلق وسدي تكلم عنك والله اني احس سبحان انا ما الوم اللي تخرجوا منها ولا تعدوهم يا الربع هذه قناه مباركه انا احس لها احس لها بانتماء غير طبيعي والله انه كيان ما ابغى احد يحسه ومن هذا المنبر اوجه جروب دعمي انهم يحسون بذا الانتماء معنا وانهم ينتمون هذه القناه الجباره القناه اللي تتعب معنا القناة اللي ما خلت شيء بحكم الناس جديدين على البرامج قلنا وما قلنا لكن الآن أشهد علي الله أنها صادق. إنها صارت وش أقول لك يا أخي صار كيان ما بيحد يتكلم فيه كيان روحي لذا. كيان روحي محبة من الله لا ما أبي أحد يتكلم فيها يعني تعلن التعصب للواقع أشهد أني متعصب من يوم رايح أني من اليوم رايح أني متعصب لها وأني ودي أنها فوق القنوات كلها ولا لوم اللي قبلنا تعصبوا لها ولا يا أخوي أنت تدري مع الوقت تتعب لك أنا أروح وخيانا الوقف حطوكم حتى الخير سعوي شي بانك جابهم لك يسهرون الليل والنهار هنا عشانك والله ما يرقدون هنا الناس بعرفوا كله من ذا الشاشة
بس فأنا أقول الواقع لها معروف في رقابنا. نعم الله الله الله, الله يعيننا على رده. أيوة والله ما أقوله مجاملة، وممكن إمام جيت أنا ما جاملت حتى قرأت الواقع ما جاملتها بالبداية، لكن أشهد لها معروف في رقابنا، الله يعيننا على رده كلها. اللهم آمين. وعندي كلمة أنا فيه فيه ناس ما لقوا منا سفنة ولا لقوا منا علم، كل شوي نكرشهم كل شيء نخانقهم كل شيء يتحملون لجلنا، اللي هو الأستاذ عبد الرحمن الكليب ومحمد عيسى والشباب اللي في الإعداد واللي في الإخراج، وكل يوم حنا نعطيهم ما أعطى الله، لكن عز الله أنهم صبروا علينا. كنا نجهل يعني ورضونا، كنا نجهل وفي معلومة ما ذكرها. إيه كنا نجهل الشيء هذا، ترى مرقدون هنا عشان وهم يقومون ما يروح البيت مرقدين. والله يا أبو عبد الله إنه ينام في المكتب أحيانا يقومون مرقدون ساعة. الله يكتب أجرهم، الله يكتب أجرهم يوم الجيهم. لكن ما نعرف أثرهم إلا بالحين وقدام بإذن الله. وقبل شو نجد وراشد وحاتم والشباب كلهم اللي بدنا الإخراج جميل. عبد العزيز بدر، عبد العزيز وكلهم الله أنهم كلهم على رأسهم أبونا رحيم الحسين. عاد ما يحتاج، لكن دولة عادهم اللي يسهرون لجلنا عشان طلعوني جو. على طاري إبراهيم الحسين، والله أنه من الناس اللي وداني المستشفى قبل أمس، مالك القناة شفت انه من الناس اللي وداني مع الاستاذ عبد الرحمن عبد الله الكليب، والله انه مدير المستشفى الاثنين اي سنه، مدير التنفيذي ومدير القناه، قال انه مهتمين الله يطول عمره. بالقناه مالك القناه هو عبد الرحمن. شكلك غلط يا ابو عايض. ابو عايض شوي شوي يعني مو مره. ابو عايض وجه كلمه للرجال. منو مازن؟ ولا بعد روحي ابو عبيد. ابو عبيد هذا مازن بن عبيد الشمري. ونعم يعني والله ما خاب. ابو عبيد انزل والله من القبور طيبة القلب. والله والله ما من اللي تحت ما من اللي والله انا هذا الحين المعنويه فوق قبل الشدان، لكن لا الحين كان يصحبني اسكت كان دائما مسمع.